تي في، عيش الخبر أينما كنت. نستمع إلى مشاركات من هذه الدول المصر. النساء والثورات العربية، قراءة في الواقع واستشراف للمستقبل. مؤتمر لمركز شؤون المرأة في قطاع غزة يبحث في تداعيات الثورات في دول الربيع العربي على النساء في كافة المجالات، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهن التي كفلتها القوانين الدولية. بالنسبة للمرأة الفلسطينية فهي تعيش في ثورة مستمرة منذ عقود. الثورات العربية هي استفادة واستمرار لثورة المرأة الفلسطينية. المرأة الفلسطينية طالما أن هناك احتلال لن تهدأ إلا بانتهاء الاحتلال، ولن تهدأ المرأة الفلسطينية إلا بإنهاء أيضا الانقسام الفلسطيني على الساحة الفلسطينية، وأيضا ستناضل وستبقى تناضل ضد التمييز وضد كل الممارسات التي تسيء لنضالات المرأة الفلسطينية. احنا جينا بحث المرأة الفلسطينية إيمانا منا بأنها هي أم المناضلات، وإحنا فخورات ومعتزات بتواجدنا معها، ونتمنى أنه يكون فما عمل كبير ومشترك حتى ننهض بوضعنا الاجتماعي والثقافي والسياسي والقضاء على كل ما هو موروث ثقافي سقيم يجعل المرأة في مؤخرة المركب، والحال أنها هي قائدة المركب. المشاركات في المؤتمر من دول الربيع العربي استعرضنا نماذج من تجارب النساء خلال الثورات وما بعدها في مصر وتونس واليمن، التي حققت فيها المرأة نقلة نوعية على صعيد مشاركتها في الحياة العامة. النساء أيضا كسرت حواجز الخوف، بدأت تدرك أنها تستطيع بعد أن كانت تعتقد أن هناك سقف لمشاركتها بشكل عام في اليمن. يعني المرأة اليوم تعرف أنها تتطلع أن تكون رئيسة دولة، أن تكون تقوم بإدارة البلد جنبا إلى جنب مع الرجال، تدرك أنها صمام أمان، لأنها فعلا كانت أيام الثورة صمام أمان وكانت قادرة على أن تجمع ولا تشتت. يكون لنا قانون واحد. التباين في تجارب النساء مع الثورات كان واضحا من دولة عربية إلى أخرى. المشهد في تونس ومصر يبدو مختلفا عن اليمن التي شهدت توافقا سياسيا بينما سيطرت التيارات الإسلامية في تونس ومصر. للأسف الشديد الواقع اللي احنا بنعيشه واقع مظلم جدا في ظل صعود التيار الإسلام السياسي، هي نسخة واحدة في مصر ونسخة واحدة في تونس. عندنا الإخوان المسلمين وعندنا مشروع النهضة في مصر، وفي تونس برضو النهضة. للأسف الشديد احنا بعد وصول المتأسلمين للحكم سلبونا حصل نوع من الإقصاء والتهميش دور المرأة، وانه هم خلاص عليها دور، كان فيه دور في الانتخابات وأدت هذا الدور عليها أن تعود للبيت. صورة قاتمة لمستقبل المرأة العربية بعد الثورات في ظل حكم الإسلاميين تقول بعضهن، بينما ترى أخريات أن الثورات ستحقق الإنجازات في كافة المجالات بما فيها حقوق المرأة. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.